في قلب الغابات الاستوائية يعيش التمساح الضاري، ولكن ثمة أمر غير معروف للجميع، وهو أن التماسيح تدخل في السبات، أي أنها تنام، وذلك في أشهر محددة. إنها تنام مثل الدببة، وخلال فترة السبات يتمكن أصدقاؤنا الطيور من التعشيش بأمان تام، فتتحول هذه المنطقة إلى ملاذ آمن للطيور. ملاذ آمن للطيور؟ يا سلام. هاي، متأكد أنه لن يستيقظ؟ يبدو هذا صحيحا، نائم بعمق. طعام. يا سلام. أجب قبل أن تأكلني، لماذا استيقظت من نومك؟ ببساطة لأنني جائع. ولكنك بحاجة ماسة إلى النوم. هيا هيا، جاء وقت النوم. ماذا تفعل؟ لا تتكلم، انظر فقط. نم في سريرك يا حبيبي، نم. والآن سأرتاح من هذا الحطام. طعام؟ هل قلت طعام؟ أنا لم أقل طعام، قلت حطام. مثل بعضها. سيكون طعم هذا النقار لذيذا جدا، أنا لا أستطيع الانتظار أبدا. هيا هيا، جاء وقت النوم. أغنية؟ إنها أغنية جميلة جدا، لمن هذه؟ بينام. أغنية للأطفال. إنه نائم كالنعام. طعام؟ قلت الكلمة السحرية ثانية؟ تعال أراك بعد 20 دقيقة. كأنني سمعت هذا الصوت من قبل. أشم رائحة الطبخ، وهو قريب مني. إنه هناك 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 هنا هناك هنا. دم 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 دم. ها؟ هذا الصوت يعني طعام الغداء. دم 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 دم. حصلت عليك يا صديقي. هيا هيا، جاء وقت النوم. لن أسمع شيئا. لمن هذا؟ أغنية لنوم الأطفال. أشعر بالنعاس. كل ما يفكر به هو الطعام طعام. سمعتك. ما الذي أراه أمامي؟ قطعة نقدية من فئة الخمسة. سأضعها مع اللاصق. عزيزي نقار الخشب. قطعة أخرى. ما رأيكم بما حدث؟ رمية من غير رامي. إنها المرة الأخيرة التي أقول فيها طعام. ناديتني؟ لا. أمسكتك. لمن هذا؟ هذه هي أغنيتك.
وأخيرا انتهى فصل سبات التماسيح واستيقظت، إلا أن مشكلتها أنها تتضور من الجوع. لكن ماذا عن صديقنا لطيف؟ ضربات قلبي تزداد. ضربات؟ هل سمعت أحدا يقول ضربات؟ لا لا، بل خفقات.